من غلنزة. هذه 3.5 دقائق على FM. مساء النور، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبور ماكس، حلقة السبت 24 أكتوبر 2020، نفس الموعد كل نهار سبت ماضي 3 إلى 5. مرحبا بكل المستمعين في كامل أنحاء الجمهورية، تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا على فريكونس متاعنا، والعباد اللي يتابعوا فينا على الباج فيسبوك راديو FM، الباج FM سبور، والإي FM TV في بث متواصل 24 على 24. حلقة خاصة اليوم مع ضيفنا النجم في مجال القانون الرياضي، فاز بقضايا عديدة محليا وخارجيا، عنده عديد الملفات ساخنة، ملفات أثارت جدل كبير. أكيد عرفتوا هوية ضيفي، كانت خدته للباج فيسبوك راديو FM والباج FM سبور. باش نحكيو أكيد على ملف هلال الشابة في ساعتنا الثانية، عودة الإفريقي لتدريبات جديد في التراجي. باش يكون معنا أيضا سعد بقير محترف أبها السعودي بالتليفون. تابعونا ماضي 3 للـ5، هذه سبور ماكس، مرحبا. مع إمين غلانزة. معكم إمين غلانزة في الميكرو، قيس في الإعداد، أمين في الإخراج، وإيام في الإي إف إم تي في. وقبل ما نرحب بضيفي الحاضر معي اليوم، نرحب بالفريق الموجود في الاستوديو، نجم النجوم الأنيق يأتينا من النرويج، خالد مولي، مرحبا بك أمين، بالسادة الحضور، بضيفنا وبالسادة المستمعين. شنو الأحوال؟ ها؟ لبس إن شاء الله خير كالعادة. أنيق، مال هذه بدلت لنا هكا في اللكحة، لا مستانس، تحب الألوان الفاتحة، خلينا نقول هنا النوع نوع به. غول الصحافة المكتوبة ابن الجنوب طارق العصادي، مرحبا. مرحبا بك، وزينا بلا خطاب تاع تفرقة شمال وجنوب، الجمعة هذه خدمنا عليه برشا. شنو الجهويات تقصد؟ هذه رسالة ما بين السطور انت ذلك فيه. رسالة جريئة. صافا، شنو الأمور؟ والله الحمد لله، برشا ماتير وبرشا خدمة ملفات ساخنة. هكا جيت لي كلامي تو، ولينا سياسة ورياضة ونفهم بعد اللي حكيته أنا. إيه هو ما فماش فرق تو بين السياسة والرياضة، تداخل ظاهر. ولا على الأخر كومبلي دانتيري، دونك إن شاء الله نوفقوا في تقديم مادة إعلامية تحترم المستمع والقارئ وكل شيء، من غير حتى الصفة. حتى صفة أكيد. الحياد يميز هنا ويميز بلاتو سبور ماكس يا طارق العصادي، ريكوبا تونس صاحب الساقل يسرى، الفنان الكسول أسامة السلامي، مرحبا. مرحبا أمين، مرحبا بالخير. شنو الأمور أسامة؟ الحمد لله. شفما جديد؟ لاباس الحمد لله. سمعت بيك مشيت للدونتيست مريض شويه، متقلق شويه، لاباس؟ صحيح، حبيت نهرب اليوم على الماتش، على الكلاسيكو الحق. ما فماش ماتش، الخدمه قبل كل شيء. ها؟ انا ماشي. انت ساعه شكون فريقك المفضل برا؟ برشلونة. خالد مولي يحب ريال مدريد، طارق العصادي يحب الريال ويحب روما، يظهر لي هكا. انا ما نحب حتى فريق. انت تحب الاي اف ام من الالوان الزرقاء. تشيلسي. ضيفنا اليوم المحامي المختص في القانون الرياضي، تولى عديد القضايا المحليه والخارجيه، المختص في التاس، الاستاذ المحامي علي عباس، مرحبا. ميرسي امين على التقديم هذا، بارك الله فيك. مرحبا خالد، طارق، اسامه، بارك الله فيكم اخويا على الدعوه. واليوم مقسومين ريال من شيره، واحنا زاد برشلونه. انت زاد هكا قعدتوا فرتيره انتوا. وين الحكم؟ انا ان شاء الله يقعدوا هما حتى لاخر الحصه، نشوف ان شاء الله يقعدوا معنا للاخر. ديجا مانيش نحط لكم الماتش في التلفزه، خاطر الحق الهي الماتش بكل صراحه، معناها الماتش الهي، ماتش البرسا وريال مدريد. انا واحد من الناس ممكن نجم صايب باتون نقعد نتفرج. لاعب رهان انت في الماتش. لاعب رهان يزي تهم هذايا، راهي تهم، راهي دخل حبس هذايا يا طارق. اوزن كلامك شويه طارق، تتعدى تتعدى في تونس. هذه زاد رساله متر عاد سبب. سعداء جدا بحضورك معنا متر احنا اليوم، شكرا على قدومك من المستير، نعرف انه رحله من تونس للمستير متر. قبل ما نحكيو معاك وقبل ما نبداو في حوارنا مع المتر علي عباس، تحيه خاصه لقريبتي زهره غلانزه اللي ديما تتبع فينا وتسمع فينا، تحيه خاصه زاد المستمعه وفيه طالبت بحضور علي عباس، تعرفها مليح انت نوسة الازرق اللي طالبت بحضور علي عباس. مجرد تحيه ولا رسمي، معناتها مغرمه برشا بالكوره وتعطي في ملاحظات ويتواليس في الدم زاد حسب ما، وكوكب منزل نور هذا حسب ما نقرا ما بين السطور. حطيت ميولاتها شر، هذا شر جاي برشا متر عندك. شرجي قبل كل شيء نوسا راهي كيما قلت انت بالحق، معناها سي ان كا بارتيكولي تري بارتيكولي، تبارك الله عليها. راه حتى تحكي معك على جوريت كادي جونيور في ليزيكيب الكل، باسكيت، هوند، فوت، موسوعه تبارك الله عليها. شنو الشهر شرجي؟ احنا عندنا مده شرجي ما تنفسناش الجمله، راه سيرتو من بدايه الكوفيد 19
الحقيقه ولا الخدمه برشا في التاس في الفيفا عن بعد. نظن طلعنا مش احنا بركه كركاره حتى في سويسرا وكركاره وقت اللي يخدموا في الديار ونقصوا شويه القاعده مع بعضهم ولقاو كل بوز دي جوني كنت الخدمه رابيد برشا ولا تموت عبايز سكوب هذا سويسرا كركاره ولا يجي 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 تيتر وسابا انت ناشط فيسبوكين مات وينك تهب التدوينات هكا دو طون 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 مره بعد قد ايه هما المحامين تبارك الله اللي نشوفوا فيهم نحن المختصين في القانون الرياضي الكل يخدموا ليه نحكي على تونس انستغرام تويتر صديقنا ثاني نسبة الميم يترينا نهار كل تحيه كبيره ليه نهار كل يترينا يهبط في في لي ستوري نجاز وعلى مرزوق كيفاش؟ خلطه نتاع نجاز وعلى مرزوق تعمل ولا كوارث اي هو تبارك الله عليه فيزيكمون حاضر انت متر ترينا ما حبش يخرج الكهرباء نيس ما حبش يتصور بالكهرباء لتو شنو الكرهبة هي؟ يعني قلت لك ان شاء الله التصوير فخمة على الاخ فخمة جدا ماتر انت تمارس الرياض نلعب كورة انا برا نكور برشا شنو المركز اللي تلعب فيه؟ نلعب ريجيسور مش كيما وسامة تبارك الله وسامة عنده ساق مش بتلقاها عند الناس الكل مي وكنحاول شوية لاباس معناها سبعة نلعب ثلاثة مرات في الجمعة مستوى محترم ثلاثة مرات في الجمعة وسامي سلام ثلاثة مرات في العام توا حاليا الحمد لله الحمد لله الحمد لله باهي البداية حكينا على الفيسبوك دونك البداية بالتدوينة اللي انشرت على صفحتك الرسمية اللي تزامنت مع بلاغ الترجي الرياضي التونسي تصريحات وادي الجري فيما يخص قضية القرن زعما وافقني أنت في التسمية هذه نتاع قضية القرن الترجي والوداد هي قضية القرن في التاس ولا سونز أوكان دوت قضية القرن سونز أوكان دوت قضية القرن باهي التدوين اللي نشرتها انت ماتر كذب كذبه وصدقها معناها لجنه قانونيه ومحامين وانت سي العبقري قلت لهم شنو يقولوا على شنو يعتمدوا الحمد لله جمعيه الترجي جاوبتك مش انا ولا زملائي نزيد حاجه للراي العام انه التصريح نتاعك فيما يتعلق بالدبلوماسيه الرياضيه في اجتماع باريس قدم من طرف الوداد كمؤيد قدم من طرف الوداد كمؤيد امام التاس والحمد لله عرفنا كيفاش نسلكوا منه في بالك كل مره تكذب والناس ما تجاوبش عليك ركز على عباره حصرا اللي جات في البيان باش نقرا لكم شويه من البيان ولا يخفى على حد ان استراتيجيه الدفاع عن مصالح الترجي وجميع الاسانيد والبراهين القانونيه التي تحقق بفضلها النجاح الباهر التي انتهت اليه القضيه كان حصرا لنتيجه مجهودات وتفاني اللجنه القانونيه دونك تعليقك على التدوينه اللي نشرتها انت والله شوف امين انا الحقيقه ما تفرجتش على الانترفيو في التاسعه جينيرالمون ما نتبعش برشا بالحق ما نتبعش راه انا الانترفيو وسبيسيالمون زاد ما نحبش نتبع انترفيو متعلق بحكايه الشابه والموضوع هذاك ما نحبش نتفرج برشا من بعد بعثوا لي شويه دي سيكونس تفاجئت اللي احنا معناها محامين مجموعه نتاع محامين ولجنه قانونيه سيد رئيس الجامعه هو اللي قال لنا شنو نعمل شنو ما نعملوش وبالفضل اللي يرجع لي اللي هو الحمد لله بعد ربي زاد باش احنا الملف هذايا تربح دونك انا حبيت نجاوب الحقيقه بعد قلت لي ان بو دو تنو فك عليه باش نقعد اعمل انا تو في عركه زايده مش ناقص لاهي بامور اخرى عندي خدمتي من بعد هبط تعرف قبل ما تهبط البيان هذا نتاع الترجي تقريبا بعد ساعه كنت انا باش نهبط الفيسبوك معناها الصبر وصل لحد معين كل مره يجيك حد يكلمك كل مره يكلمك حد شنو مش قلتوا لنا انتم ما عملتوا انتم ما عملتوا تي هوا جماعه قالوا استنيت اجابه رسميه من الترجي تونس ما استنيتش الحقيقه ما توقعتش البيان وتقريبا اول مره بيان كيما هكا يهبط في مستوى رئيس جمعيه الترجي التونسي يهبط بيان ويوقع عليه البيان كي هبط انا حبيت نعلق بالطبيعه خاطر نحكي شوية على الجامعة ودخل في الملف هذايا كما قال البيان راهو من قبيل التعاطف لا غير داير البلاصة الوحيدة اللي حضر فيها رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم جودي بيان راهو حضر على خاطره ممثل الجامعة هو في باريس حضر هو وحضر رئيس الجامعة المغربية بوندون 5 مينوت راهو سمعوهم داير البلاصة الوحيدة اللي الترجي التونسي خسر فيها الدوسي البلايص الاخرين الكل كناس وكل شيء ما حضرش رئيس الجامعه راهو الملف تعدى بامور قانونيه ونزيدك حاجه جراء تصريح وديع الجري خسر الدوسي؟ لا وقتها ما خسرش خاطر لا هو واضحه ديسيزيون ماشيه ما هو حضر غادي انت قلت كان سبب يعني ربما في لا فما قلق تونجيك من بعد الدبلوماسيه الرياضيه ونزيدك حاجه اخرى انا في الكوليس انه حتى كي دخل السيد رئيس الجامعه باش يتكلم في باريس احنا وقتها مش موجودين في الملف راهو سال الاستاذ الرياضي التويتي على شنو ينجم يقول باش ما يتضاربش
وقالوا راه حكايه الكومبيتونس، الكومبيتونس تو باش يجي يحكي فيها رئيس جامعه ما عنده حتى علاقه بالمحاماه ولا بالقانون الرياضي باش يعرف حكايه كومبيتونس، كيما حكايه راهي اخرى، حتى حد ما حكى فيها المحامين حد ما حكى فيها الكومبيتونس. وكان تتذكر في الاعلام حد ما حكى في موضوع الكومبيتونس، كل الناس كل تحكي فار ومش فار، وكان تتذكر حد ما حكى في الكومبيتونس. مع الكومبيتونس احنا خدمنا عليها تقريبا 100 ورقه مكتوبه على الكومبيتونس باش هو وحده طلعها ودخل بيها، ما عليناش دخل قال شويه كومبيتونس كلمتين وخسر الترجي الدوسي نتاعها. من بعد بطبيعه يا دي بروفيسيونيل اللي خدموا على الدوسي خدموا كم يلفوا، الجامعه لم يكن لها اي دخل في الموضوع. انا ما تلاقيتش معهم حتى مره، وحد ما يعرف حد ما يتصور في تونس لان باش نحكي مع رئيس الجامعه ولا باش نتعاونوا في الناس كل تعرف شنو نوعيه العلاقه، معناها مستحيل. فما حتى دخل، رانا خدمنا خدمه كبيره 250 ورقه تكتبت، ديزارتيكل راهو من القانون السويسري، ديزارتيكل من كذا جوريسبريدونس دكترين، خدمه غير عاديه. ومن بعد تجي تقول لي انت معناها يطلع لك في بلاتو يقول لك والله انا قلت لهم شنو، عشان انت قلت لي شنو تعامل انت تقريبا 12 ساعه كل نهار بوندون 4 موا عاملين مع بعضنا جروب 12 ساعه خدمه كل نهار باش تجي انت قلت لنا شنو نعمل شنو ما نعملوش. يا اخي انا اليوم ما نجمش نجي الارشيتكت ولا انجينيور ولا انجينيور بيتون ولا حاجه نقول له اعمل هكا واعمل هكا، ما نجمش. انا محامي حاجه ما نفهمش فيها، كيف انت طبيب انا ما نجمش نحكي على الكفاءه نتاعك، مش انا نقول الكفاءه نتاعك كطبيب، انت ممكن لي سوبيريور الاخير منك ولا حاجه لي ريزيدون اسيستون كذا ينجموا يقيموها. اما انت ما تنجمش اليوم تولي محامي وتولي تفهم في كل شيء. يحسر على ابن سينا، ابن سينا قبل كان عالم في الفلك، كان عالم في النباتات، كان عالم في الطب، كان عالم في الفلسفه. ابن سينا كانوا يلموا قبل الحكايات هذه، تو ليه راهو تو كل واحد يشد الدومين نتاعو ويفهم شنو هو. اكيد دونك من بعد هذه حكايه دبلوماسيه باش نرجع لها. باهي مات باش نحكيو على التصريح اللي تم تقديمه كمؤيد من طرف الوداد وقتها في باريس امام التاس. فاصل صغير وراجعين. عندك مشكلة حساسة وتخاف بدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرفماق، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب، كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي، وجديد مفاجأة الموسم وجيه الجندوبي من 9:30 نص نهار، برشا ضحك وبرشا دمار على إيفام أحلى راديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإيفام. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرفماق، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب، كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي، وجديد مفاجأة الموسم وجيه الجندوبي من 9:30 نص نهار، برشا ضحك وبرشا دمار على إيفام أحلى راديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإيفام. السبعة متاع الصباح تبداو نهاركم مع رفيق بوشناق وبقي كما تسمعوا في سبور ماكس مع امين جلاندا من مكلفه للخمسه. ماضي 3:19 دقيقه على اف ام. تحيه لمحمد سلامه اللي تغيب علينا اليوم بسبب عقد صفقات من العيار الثقيل اكيد خارج حدود الوطن دون شك. تحيه لصديقي محمد العتواني زاد اللي يسمع فينا مستمع وفي. مازلنا نحكيو على تدوينه الماتلر علي عباس والتصريح اللي قام به وديع الجري واللي قدم من طرف الوداد كمؤيد امام التاس. اي فما تصريح قام به السيد رئيس الجامعه قال فيه انه صار تواصل بينه وبين وزير الخارجيه في اطار الدبلوماسيه الرياضيه وباش يحاولوا يضغطوا كوم كوا باش يضغطوا شويه على اجتماع باريس باش يكون توجه معين من قبيل الضغط يصخيبوا الامور تصير باللابت. التصريح هذا تجبد في التاس وبوندون اون دوميور في الجلسه نتاع التاس واحنا قعدنا في نقاش على حكايه التصريح حتى فما بعض المحكمين اللي باش يحكموا سالوا زاد على التصريح قلنا لهم احنا راهو رئيس جامعه اول حاجه ساعه يتحدث ممكن يتحدث على دبلوماسيه اخرى في اطار انه ما يصيرش ضغط على الكوميكس باش ياخذ القرار. احنا قلبناها قلنا على الاقل نحاول نفسروها نبروها بطريقه معينه.
الحمد لله في الاخر ما وقعش الاعتماد عليها، لكن من المؤيدات اللي تقدمت باش نعرفوا احنا انه السيد اللي يفهم في القانون يزم يعرف شنو التصريحات اللي نهار اخر ممكن تخدم ضد الملف. مش اللي يفهم في القانون هذا مش لازم يكون محامي راهو يقول التصريحات هذه والله يتخوف شويه كان نقولها ممكن تقلق. شو معنى دبلوماسية رياضية؟ شو دبلوماسية رياضية؟ كلمت وزير الخارجية تدخل في السياسي معناها باش في ديسيزيون باش يكلم السفير باش شو معناها باش يعمل؟ راه بالحق لقينا رواحنا في إحراج غير عادي في وسط الجلسة في حكاية التصريح هذا وعرفنا انه باش يتمد، كنا متأكدين انه التصريح هذا باش يتمد. أوروزمون الحمد لله تو على برود نحكي وكل شيء نقول انه معناها كل شيء وفيه كل شيء وفيه وتعديت وما ركزوش برشا مع التصريح، لكن فما تصريح هذا كان قلقنا قلقنا بالبيه الحقيقه قلقنا بالبيه. هو تو حتى كان في صفحه في الماضي لكن بلغ الترجي اللي غريب شوي عن المعتاد خاطر بصراحه رينا فيه برشا ناس ردوا دبلوماسيه، لكن انا في وجهه نظر نتاعي اتصالين ريتو رد اعتبار اللجنه القانونيه ولطارق بوشماوي حتى شكليا وديع جريد تسمى في الطرف الثالث. هل انه عبرتوا عن قلق ما بطريقه او باخرى مش حتى في شخصك حتى زملاء رياض تويتي ولا غيره وصلوا للهيئه باش خرج بلاغ خاطر غير معتاد وبلاغ جريء نسبيا معناتها مقارنه بالموقف العام للترجي؟ وصلتوا انتم القلق نتاعكم والا كان تلقائي من حمد المدب والهيئه نتاعهم؟ شوف مستحيل كان واحد مش باش يقلق ومش باش يتقلق في حكايه كيما هكا ومش باش يتغش، مستحيل معناها فو جميل ايماجيني. ورد بالك راهو مش اللجنه القانونيه تمست، راهو الترجي راضي التونسي هو اللي تمس، لانه الملف هذايا قزمت فيه انت جمعيه كامله، لانه الجمعيه هذايا وضعت امكانيات كبيره على الملف. سلاش من جيلاني راهو الدور اللي قام به في الملف دور غير عادي، يقول لك غير عادي غير عادي. انا راجل مسيب راهو اعماله دنيته قاعد معانا ويتبع بطرف بطرف ونبعث المذكرات والميموار ويتبع معانا ونعمله في الكوليكت نتاع لي بروف، معناها يخدم معانا خدمه غير عاديه. الترجي كيف كيف حطت امكانيات ماليه خلينا نكون واضحين، معناها امكانيات راهو مش شويه في الملف. نحكي على قداش هكاك؟ ما نجمش نقول لك قداش، اما راهو عندك انت جروب كامل ريان كو انت باش تعمل لك المونتاج تاع لي فيديو والكوليكت نتاع لي فيديو والترجمه اللي صارت خاطر لازمك ترجمهم من العربي للانجلي مش شويه راهو. محامين كيف كيف راهو في الاخر راهو محامين زاده باش يخلصوا مش يخدم لك بلاش. اكيد مانيش نحكي على اللجنه القانونيه نتاع الترجي، دونك هذا الكل الترجي ولو كان لاعبيه. سي حمدي المدب قعد معنا ثلاث مرات، انا ممكن سي حمدي قعدش معاه في حياتي مرتين ثلاثه قبل في اطار عقود ممكن تاع كليونيت نتاعي ولا نزاع كهو، قعدنا معاه ثلاثه مرات في وسط جلسه ويقعد معاك بصفه مطوله معناها. دونك جمعيه كامله خدمت على دوسي، بعد في الاخر انت اي نجاح يصير لازمك انت تكون موجود فيه. تعتبر انه ركوب على الاحداث؟ هو مش ركوب على الاحداث، هو الغادي بشويه من الركوب معناها الاحداث هرب بهم. مش ركب عليهم بركة، فما ناس تركب وتهبط، هو ركب وفي باله سايه معناها هذاك علاش قلت كذب كذبه وصدقها. اي تكذب على عباد اخرين ممكن ما يطلعلكش وما يتكلمش، ممكن ناس تحشم ناس ما تحبش تكبر، احنا ما نتكلم، انا نتكلم انا ما نتكلم، انا في خدمتي نتعب معناها. انا اليوم خادم تقريبا سنة عندي 23 دوسي تاس سنة انا استاذ محمد ركباني 23 في عام اللي هم ممكن في تونس كامله في 10 سنين مازال ما وصلوش العدد. باش نجي انا رئيس جامعه تونسيه كره القدم ما عنده حتى علاقه بالمحاماه وبالقانون باش يقول لي شنو نعمل شنو ما نعملش شنو نقول شنو ما نقولش في التاس؟ قال انه ربح 12 قضيه رئيس الجامعه هكا 12 قضيه تعرف الفيدرال قال ما خسرتش وتحب ولا تكره مات شو خسر اساسا؟ لا لا مو طارق ليه هذوما راهو هو قال هو مو خفسر عاد انا ليه ليه عاد مو الناس تو برا نرمي لهم كلمه يصدقوا كيما نمد الورقه نقول له اقرا بجنبي الورقه تقراها انت الورقه الساعه يقرا انت الورقه كامله وجيب شكون قدامك يقرا ورقه. خلينا نرجع لك ساعة للتاس وبعد نرجع لك للورقة خاطر باهي زاد حكاية الورقة. أنت اليوم التاس جامعة تونسية لكرة القدم يا أخي هي خصم في القضايا. أنا عندي قضية مثلا نجم هذا الساعي ضد النادي الصفاقسي. نوصل للاستئناف. واحدة منها مشات للتاس. يا أخي شكون الخصوم لهنا؟ زوج فرق. شو مدخلها الجامعة؟ يا أخي جامعة خصمة. لجنة الاستئناف تاخذ قرار. خذيت قرار باعتبار اللجنة مستقلة إلا إذا كان الجامعة تعتبر اللجنة هذه ماهيش مستقلة حاجة أخرى. نزيدك كان أكثر من هذا. اليوم محكمة ابتدائية تاخذ حكم، أنت حكم في لجي في عقد مدني تجاري. تمشي تستئنف ونستئنف وأنا ضدك سي طارق. نجي في الاستئناف ونخسر أنا سيدي الحكم نتاعك قعد. تقوم المحكمة الابتدائية تقول لك والله أنا ربحت الدوسي نتاعي في الاستئناف، شن دخلك أنت خذيت قرار تعدى على روحك تقصد ربي. إلا في القضايا التأديبية، شكاية معناها عاقبتك أنا بسبعة شهور، مشيت أنت للتاس ضد الجامعة وقتها بالحق، ربحت خسرت حاجة أخرى. كما هذا الشاب توا انا عندي قضايا سيدي ضد الجامعه انا في التاس ما نحبوا نحسبوهم ضد الجامعه ضد السينيف. زهير الذوادي تحكم له مشينا للتاس
وقع النقض بصفه جزئيه. بلال المحسني المكتب الجامعي حكم بزيرو دينار. بلال المحسني صحيح ولا مشينا للتاس تحكم له بجوج مليارات واش وزيدك راه نعطيك راه مازال راه عندي برشا راه توزقار كيف كيف راني ما نستحضرش القضايا اللي نمشي بهم للتاس ونربحوهم من بعد احنا خلينا نمشي معاك في النوايا مباشره متر نعرفوا فتور العلاقه بينك وبين وديع الجري انا طول هنا مش محامي نتاعك قانون كغياب ولا لا مش ندخلوا حتى في روح العلاقه لانه ماكش محبذ ماكش من محامي المنظومه تحب ولا تكره في لجنه النزاعات نعرفوا نحن اللي فما عباد معناتها فافوري برشا وعنده مسبقيه انت علي عباس من المغضوب عليهم انا سامحني في الكلمه بين قوسين انا اللي خارج المنظومه اي حتى في الصحافه فما خارج منظومه نعرف الشيء هذا لكن انت ماكش مقرب وماكش محبذ سعى بكل السبل انه تغيب وجه معناتها وجهك ومفعولك ودورك في هذا ونتذكر حتى كان ما بين قوسين حرض عليك جمهور الفريق وقت اللي قال فما محامي تونسي عام التالي سعى انه في الكاف انه يعاقب نادي الفريق والحال عكسه اللي عامله مع النجم الساحلي لانه لفتور العلاقه دور انه لتقزيم دورك نظروا في النوايا ونقول لك ممكن لكن الاغلب ممكن هو حب يكسب مكاسب اخرى تقريبا ما عنديش علاقه بي انا هو في الوقت هذا وفي الحيز هذا يحكي على انه عاون الاسبيرونس ولا عمل حاجه نتصور يحب يكسب اخرى ما نتصورش خاطر علاقه بيني انا ما عندي حتى مشكل شخصي هو يعرف زاد وانا ما وهو ما عندوش مشكل شخصي معايا انت محسوب على طارق بوشماوي في نوع ما صديق محسوب مع شكون؟ يقال انك صديق لا لا انا نقول لك انا ما يروش هذه قويه شوف احنا اليوم كل واحد نعطيو يعني اذا كانت تكلمت ضد انت عندك التيكا نتاع طارق بوش انا كيا ساعه نسمع بها سمعان ما عنديش لو كيا ولا عندي حد في العائله عنده كيا وانا وانا اليوم حتى ما عنديش كهرباء شوف ريت رئيس الجامعه اي واحد يجيب شي يحضر قدامه تلقاه محضر له دوسي جايب له دوسي نتاعه معاه وشويه محضر في التليفون نتاعه كابتور يكرو على الميساجات اللي صارت بيناتهم وشنو المزايا والخدمات اللي عملهم له انا ما عنده حد شيء معايا لا هو ولا طارق بوشماوي ولا غيره في تونس حتى واحد ما عامل عليا مزيه انا ابار عائلتي اللي عملت عليا مزيه وبابا وامي الله يرحمهم اللي وصلوني راهو البقيه حتى حد ما عامل عليا مزيه والحمد لله يا ربي هذاك علاش حتى واحد منهم ينجم نهار يمس عليا حاجه ويشد عليا حاجه. باهي ماتر مازلنا باش نحكيو على صراع وديع الجري وطارق بوشماوي في علاقه بانتخابات الكاف لكن نرجع شويه على قضيه القرن الوداد ولا ترجي نحبوا شويه مثلا كواليس شنو ربما العوامل ولا العوامل اللي خلات الترجي يفوز بالقضيه معناها بار كفاءه اللجنه القانونيه اللي وظفتها الترجي في صراعها مع الوداد شنو زاد الاخطاء اللي ارتكبها الوداد نحب ندخل شويه في الكواليس من. شوف سيغتانمون الخدمه اللي تخدمت راهي خدمه كانت كبيره برشا لكن هذا وحده ما كانش يخليك انك تربح الملف نعطيك كونفيدونس انه نحكي انا والاستاذ رياض التويتي واحنا في وسط الملف معنا في وسط القضيه حاطين رواحنا احنا من جهه الوداد لانك يعني انت لازمك تحط روحك لافوكاد ولا بارتي ادفيرس باش تفهم شنو ينجموا يعملوا ناكد لك كنا نجموا نربحوا الدوسي راه معنا مشيره الوداد كان نجم تربح الدوسي مش على مستوى الحق على مستوى شوف معاك كاف جاي معاك كاف راه بالثقل نتاعها راهو مع الوداد لي فيديو لي رابور اللي موجودين شهادة الشهود اللي تبدلت في وسط التاس جات مع الوداد معناها رادس ولا مكان نتاع حرب هذا الكل وانت ما تربحش الدوسي نتاعك كيلكو باغ عملت اخطاء استراتيجيه لانه فما استراتيجيه راه ودوسي كيما هذا ما تربح كان باستراتيجي واحنا الحمد لله ربي المحامين العرب جينيرالمون نخدموا برشا باستراتيجي عندنا الخبث عندنا اللي تحب انت نتوقع شنو معناها نبدا عندي قدامي محامي قدامي محامي عربي في التاس راه يتعبني على الاخر محامي اجنبي اوروبي ما يقلقكش راه تعرف وين ماشي وشنو هي ثنيته الوداد ارتكب خطا اجرائي فادح وقت اللي ما استأنفش القرار اللي صعد ضد الترجي قدام الكاف الاختيه هذيك على حكايه السكيورتي تقصد اي الجلسه نتاع الكاف اللي تحكم فيها ب 50 الف دينار تقريبا ضد الترجي ما استأنفش القرار هذاك الوداد ما دام ما استأنفش القرار هذاك الكاف ما عادش اللي هي للتاس نجم تعاود تعاقب الترجي هذا الخطا الاستراتيجي الا كان مهم جدا في الملف لكن ما يتجاوزش ال 20% راه في الاخر الاستراتيجيه ذي الخطا نتاعهم ما يتجاوزش ال 20% لكن كانت عندهم امكانيات اخرى انه يقلقونا اكثر في الملف ليكوليس شو نقول لك ليكوليس احنا راهو العلاقه ولات علاقه اخرى بين معنى انا مش مستانس نخدم احد معناها الوحيد يخدم معايا محمد ركبيل الاستاذ محمد ركبيل ما نجمش ما نجمش تخدم في طبيعتك الحقيقه اللجنه القانونيه
ولينا خويت معناها أول مرة كله كيعطيني واحد رأي نتقبل الرأي فاسيلمون نتناقشوا فيه نتعاركوا زادة في تعاركنا قدام من مرة في دي ديسيزيون في واحد وفي الأخر المهم أنه كي نتفقوا على حاجة نمشي فيها هم لي كوليس شو نقول لك أنا ثلاثة شهور مغيب راه على العائلة متاعي ثلاثة شهور أنا موجود في الدار لكن أنا مش عايش مع لا مع صغاري لا مع مرتي وكيف كيف راه نصور الولاد الكل اللي خدموا في الدوسي ثلاثة شهور أنا مغيبين أمين بصراحة فما شات الكونغولي زاد اللي غايب وظهر لي هو كان في زاد في الحملة متاع المغرب 2010 في المونديال ظهر لي ارتكزت عليه وقدمناها في التاس أي قدمنا قدمت ما خرجش برشا تفاصيل للرأي العام وجهناه هو شوف هو قبل بجمعة جاتنا أنه هو باش يشهد قمنا ببعض التحريات ولمينا الحقيقة لدوكيومون حتى من شرطة الحدود والأجانب شيء أنه السيد هذا ما دخلش لتونس سيتي اونيو بين راه ما تصور يجي باش يشهد يقول لك انا حاضر معناها سي وفيه معناها الثنيه كلها الشومان ديفونس كله راه كسرناه جاو في وسط الجلسه مانيش عارف كيفاش وصلت معلومه ما وصلتش مانيش فاهم شنو في وسط الجلسه قال لي انا راهو نصلح لكم المعلومه راني كنت نتفرج في داري في الزاير الوغ كو الوداد كي قدموا طلب الشهاده قالوا راه السيد هذا حاضر في رادس وشاهد على المباراه ونطلبوا سماعه ما اكثرش من هك خطا كبير هذا اي معناها من الاول كان باش يشهد شهاده زور تحب ولا تكره راه من بعد ممكن فاق ولا خافوا استبلهنا لدرجه هذه معناها صعيبه شويه بدي الراجل باش يحكي قلنا له وقف ساعه انت على شنو باش تحكي انت عندك 20 مليون واحد نجيبهم لك انا يشهدوا اليوم تفرجوا في الدار ويفهموا خير منك انت الكره ممكن على شنو باش تشهد قال باش نشهد لتونس سيئه على مستوى التنظيم وين فما مباراه في فريق تونسي ايا كان ويسميهم نادي فريقي ترجي سي اس اس ليتوال قال وين فما سي تان كاستيت بور نو بور لا كاف سي تان كاستيت انورم وسيكوريتي عندكم حاله تحليله ونبداو غادي خايفين وتعبتونا وفددتونا ناخذ موقف غير عادي قلنا له ماشي نورمال انت تاخذ الموقف هذا انت راك في وقت معين كنت موجود في اللجنه نتاع كاس العالم المغرب التسويقيه لترشيح كاس العالم وكل شيء وهاي الوثيقة نتاعك تحب نبعثوها لكم توا هاي نوريها لكم هكا تحب نبعثها لكم نبعثها لكم وقتها وقفنا الحقيقة رئيس الجلسة وقال بون باش ندخلوا في موضوع آخر الشهادة نتاعو راهي لن والغاية. تعتبر فهمتني تكلم برا على روحه وماهيش باش تدخل الحقيقة أحمد أحمد اللي تي ميتيجي من جهة عنده موقف ضد تونس بكل صراحة موقف ضد الكرة التونسية موقف ضد الأندية التونسية في جانب آخر كان حقاني في جانب اخر في حكاية الماتش الحقيقه التيموناج نتاعو كان باهي ديسيزيف راهو حتى للترجي وقت اللي قال راهو الوداد رفض باش يرجع وراني هبطت اللوطه حاولت نحكي معاه لكن الوداد رفض لاخر وقت انه باش يرجع سيتي ان تيموناج ديتيرمينون اون فافور دو ليسبيرونس ما كل واحد ياخذ حقه راه ما نجمش نكذب على الراجل انا خاطر ما نحبوش ولا حاجه نقول راهو لا 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 الشهاده نتاعو فيما يتعلق بالمباراه على حكايه الفورفي كانت الشهاده نتاعو حاسمه حكايه اخرين قراني خايف على حياتي وسلاح حكايه اخرى سي دو معناها زيد معناها سيتي او بروبو اوكي خالد تصورت انه القضيه يعني تتويل برشا ترجي والوداد يعني استمرت لقداش قداش متر عام ونص تقريبا كيك عام وشهرين عام وشهرين عام ثلاثه شهور عام ثلاثه شهور عام ثلاثه شهور تصورت انه معناها القضيه باش تقعد المده هذه كل يعني جمهور ترجي قعد يستنى عام وثلاثه شهور لتاكيد اللقب خالد اي با التيتر مش شويه راه تشامبيونز ليغ دافريك وفينال ممكن هذه سابقه ان تصير ماتش ما يكملش دونك من هنا تفهم اللي فما اون جو كبير هذاك علاش القضيه طويلت ونحبوا نذكروا هذا الكل في وجه الكاف ان تنظم مسابقه وما يكملش المباراه النهائيه يعني حاجه ماهيش سهله ماهيش تعدى مرور الكرام كل فريق اكيد باش يكون متشبث بالتيتر ويحب يخلي التيتر عنده بالطرق الكل ولو انه الطريقه اللي اتخذها الوداد غالطه على الاخر انك القانون واضح تخرج من ماتش نتاع كوره ما تكملوش ما فيهاش كلام فورفي دونك حبوا يمشيوا للاساليب الاخرى اوروزمون نقولوا اللي عندنا الحقيقه مش خاطر الاستاذ قدامنا عندنا ما شاء الله من المحامين اللي خذاوا حق الترجي ورجعوه خاطر والحق مكتسب رجعوه اوفيسيلمون الديتاي نتاع احمد احمد والشهاده نتاعو زاد اليوم اول مره نسمعوها واللي ديتيرمينونت الحقيقه في الدوسي كل دونك
صحيح طوالت لكن يظهر لي الحق وفينالمون قانونيا نرجع للترجي. انتخابات الكاف ماتر الاتحاد الافريقي لكرة القدم صراع الجري هو بوشماوي اكيد نحبوا ناخذوا رايك في الصراع هذايا، لكن سؤال اخر يعني يخص الانتخابات، هل بالامكان ان نرشحوا اكثر من مرشح لانتخابات الكاف؟ نحكيوا على مرشح للرئاسه مثلا مع مرشح للجنه التنفيذيه ومرشح لتمثيل الكاف لدى الفيفا من نفس البلاد، هل هذا جائز ماتر؟ بعد نحطوا التيكة ولا شنو نعمل؟ ايه جائز ولا مات؟ والله شو نقول لك انا بقطع نظر على تفريق حسب قانون الكاف يعني حسب القوانين ولا واحد الكاف قاعد يساير توا ما نحبش ندخل فيه في الديتاي الحقيقة أمين لكن إلا نعرفه انا انه يمكن ترشح للرئاسة يمكن ترشح العضوية في نفس الوقت. اليوم الرئاسة راهي حكاية والعضوية حكاية أخرى. شنو اللي يمنع اليوم انه يكون مرشح عنا في الرئاسة وانا مرشح في العضويه؟ راهو مش الزوز باش يترشحوا في نفس البلاصه، كان جاي الزوز باش يترشحوا العضويه المكتب التنفيذي. والله نتفاهم رئيس الجامعه نجم يكون عنده طموح وعادي وحق انه واحد يكون عنده طموح باش يدخل المكتب التنفيذي. لكن انت ولا باش تطلع للرئاسه، لكن انت عندك شكون اليوم فرصه لا تعاد، انا نقول لك لا تعاد، انه اليوم عندك فرصه باش تشد رئاسه الاتحاد الافريقي في كل الحالات اذا كان ما نجحش سي طارق بوشماوي في رئاسه. انت هيك موجود في العضويه ما تنجمش تعاد على روحك في العضويه. مانيش فاهم علاش اليوم ما نجموش نقدموا مرشح لرئاسه الكاف. لوائح الكاف لا تمنع هذا؟ قانون الكاف لا يمنع هذا؟ والله فيها وعليها وراي انا لا يمنع. رايك ولا القانون ماتر؟ معي. انا اخي رايي انا باش نجيب القانون. معناها خاطر يقالوا ان بون خايف من الاتيكيت، انا خايف من الاتيكيت يا طارق راني والله. لا يا ماتر يا ماتر يقالوا ان بون الانتخابات تصير فرد نهار. يعني تنجم ترشح مثلا نرشحوا ثلاثه، نترشح انا وانت وطارق العصادي، انا نترشح للرئاسه وانت التمثيل الكاف لدى الفيفا وطارق للجنه التنفيذيه. كان ربحت انا في الرئاسه يظهر لي اوتوماتيكمون انتم زوز معناها توليو ما عادش تنجم تنسحب. انت ما خدمتش الكوره في تونس اكثر من ترشح رئاسه. هذاك القانون هكا ولا مات؟ هذه وجهه نظر اللي انا راها صحيحه. هذه انت تراها صحيح به رايك في الصراع هذا يعني وديع الجري وطارق بوشماوي؟ والله الصراع هذا كان يكون معناه ليجيتيم اذا كان كانوا كما قلت لك زوز باش يترشحوا في نفس البوست مثلا العضويه والا زوز للرئاسيه. معناها كي تقول لي اليوم سيد وديع الجري يقول لك ترشح على رئاسه الكاف نقول سي ليجيتيم انه باش يرشح روحه وما يرشحش غيره. اما انك ترشح في العضويه وطارق بوشماوي يحب يترشح في 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 رئاسة على مستوى رئاسة الكاف الحقيقة سي با بون. اثنين الموضوع هذايا الوش هابط وعمل المشكلة هذايا على مستوى الرأي العام، راهو قضايا كيما هكا ولا نزاع كيما هكا ولا صراع راهو جينيرالمون يصير راهو في كويزين انترن. اليوم علاش يهبط للرأي العام؟ شكون اللي طرح الموضوع هذايا على الرأي العام ولصالح شكون؟ مش باهي راهو شيء مش ناقصين احنا اليوم هيك تشوف انت كل مره عن حكايه شابه ناقصين الكورونا ناقصين المشاكل ونكملوا صراع اخر شكون مع ترشح سي طارق بوشماوي شكون مع ترشح سي وديع الجري. انا اقول لك زوز ينجموا يترشحوا والموضوع ينتهي اذا كان ربحنا بوست في رئاسه الكاف نصور الحمد لله ربي باهي لتونس خير من نكونوا العضويه. العضويه عندنا سنين احنا في العضويه شنو باش تزيدك العضويه. اذا كان سي طارق ما تعداش في الرئاسه ينجم يكون سيد وديع الجري عضو في المكتب التنفيذي. لكن فما حاجه يقولوا اللي ترشح للرئاسه لازم يكون مدعوم من الجامعه نتاعو، صحيح الحكايه؟ اكيد تزكي هي لازم الجامعه نتاعو هي اللي ترشحه، ما ينجمش ترشح اذا كان الجامعه نتاعو. تنجم تزكي زوز متر انا تنجم تزكي زوز مش في نفس ال اي مش في نفس البوست يعني يا رئاسه تنجم انا رايي تنجم تزكي طارق العصادي للرئاسه وسامه السلامي لتمثيل الكاف لدى الفيفا وانا لل انا هذا رايي فما بعض الزملاء راهو العكس. انا هذا ما علاش اعلاميا تم توجيهها في اتجاه انه واحد بركه من كل البلاد معناتها شنو هو التمويه ولا شنو احتيال قانوني ولا شنو تسميه متر؟ لا هو توجه قانوني ممكن هذاك راي قانوني ما فماش الراي اخر المخالف سمعوه لم يقع سماع راي مخالف وكذا. انا قلت لك انا تو ممكن فما شكون قال زاد قبلي انه فما حسب ما قال بكري وسام فما شكون قال عنده اسبوع انه ينجم يترشح واحد منا واحد منا معناها سي با نوفو فهمت وسام انت مع شكون وسام انت من تابع في كلون شكون شنو مش تابع فيه عايش في تونس راك وسام شنو مش تابع فيه معلومه وني بن محمد اللي عندي ما تهمكش انتخابات الكاف تمثيل تونس لدى الكاف والله والله تطمحش نهار تمثل تونس في الكاف اما اذا كنت جوار وسام وخذيت ديزيشونس وتحقيت انه يكون فما سيبور معناتها تونسي في الكاف ولا في واحد اكيد والله لا والله سانسيرمون انا بون حتى الماتش ما عندكش قياس
ساعه حاجه. لا لا ما عنديش فهمت ما عنديش بالحق مانيش متبع الموضوع هذا جمله لكن شفنا ملاعبيه زاد عبر على موقفهم اللي يبدا يعرف مثلا في الامور هذيا نتاع تاع الكاف وهالبيع تو كيما سمعت انا اليوم الماتر قال لك النجم يترشحوا زوز خليه يترشحوا زوز اذا فما مثلا حاجه لتونس بوركوا با اما انا باش تقول لي فلان ولا فلتان نبيله عندي حتى ماتر. نرجعوا شويه ل 2015 عقوبه وديع الجاري وقتها من الكاف كانت تفكرها مليح كواليس العقوبه هذه وقت شوف هي ممكن هذيك تبين لك اللي انا مانيش كيما قلت انت محسوب ولا طارق اللي محسوب على طارق بوشماوي. 2015 وقت اللي تعاقب السيد وديع الجيري من طرف الاتحاد الافريقي الا نعرفه انا وقتها لانه انا وقتها بشرت لقضيه ابطال الجلسه العامه للجامعه التونسيه لكره القدم كانت تتذكروها الا بعدها بشويه تهزت الوراق الخضر هذوكم الكل اللي هما اليوم سبب نتاع اللي راهو فيه نعيشوا فيه احنا الكل هذا هو سبب نتاعو الوراق الخضر اللي تهزوا نهارتها. وقت اللي عملنا قضيه في الكناس لابطال الجلسه العامه قلت انه هذه قضيه الرياضه التونسيه لانه اليوم يا اما باش نشرعوا الديكتاتوريه وتجميع سلطات في يد هيكل وحيد اللي هو المكتب الجامعي بطبيعه الرئيس ولا الاعضاء يمين شكون يحكم فيهم والا اليوم رانا باش ناسوا لديمقراطيه رياضيه حوكمه رياضيه تقعد الجامعه عندها لجان مستقله ويحكموا ما فماش واحد بركه مسيطر سلطات تشريعيه تاديبيه والتنفيذيه الكل عنده لانه هذا هو اليوم اللي صار. بعد هزت الوراق الاخضر قلت لهم انا اليوم انتهت علاقتي مع القضايا العادله في تونس على شكون ندافع انا ولا شكون عامل قضيه وماشي وكناس ونترافع ومشاكل باش في الاخر تهزوا الوراق الاخضر انتم تحبوا هكاك انتم قعدوا عيشوا هكاك انتم تحبوا هكاك رؤساء الجمعيات. وقتها سي طارق بوشماوي اللي نعرفه انا وقتها ممكن انا غلط انه صار ضغط من طرفه هو باش العقوبه نتاع السيد وديع الجري اللي موجوده في الاتحاد الافريقي تنزل الى الحد المسموح له بالترشح لرئاسه مكتب الجامعي بالجامعه التونسيه لكره القدم اللي هو ستة شهور. وقتها السي طارق ولمت انا وقتها زاد نذكر لمت على الموضوع هذا علاش انت تتدخل على موضوع كيما هذا اللي نعرفه انه السي طارق هو تغير القانون كان اي عقوبه ولات فوق ستة شهور بالضبط ولات فوق الستة شهور باهي نسالك كان من غير تجريح شنو تقييمك كمحامي حتى نوتر محايد على اداء زملائك المحامين في المكاتب الجمعيه متعاقبه؟ هل ترى انهم حضور سوري لا غير للموافقه والا يكونوا فاعلين؟ خاطر وديع الجري كل ما يخرج في منبر اعلامي يقول راني انا ما نجمش نتحكم في باك بلس 6 ولا باك بلس 7 ولا غيره مع احترام لشخصياتهم وقرايتهم باش نتحكم فيهم انا سي واصف جليل سي هشام الذيب سي امين موجو سي الى ما غير ذلك حمد المغربي. انت تشوف حضورهم سوري والا فاعل بالرسمي؟ بيه خلينا نرجع لك انا السؤال بابي. نجمش اليوم انت قداش عندنا من واحد يتبع الكره في تونس؟ زوز ملايين تقريبا يتبع الكره على الاقل. باهي زوز ملايين هذوما ما تلقاش منهم واحد يقول لك مش السيد وديع الجري هو اللي يحكم وحده في الجامعه. كان جيب لي واحد منهم هذا حديث الكواليس بما فيهم الناس المواليه ولا اللي تحب تسميهم يعرفوا هما في قراره نفسهم انه راهو الشيء يصير بطريقه معينه. مش معناها هما ما عندهم شخصيه، لا، لانك اليوم مركز الثقل في المكتب الجامعي هو رئيس الجامعه. هو اللي يحكم راه مش معناها عندنا في تونس هذه بدعه موجوده راه حتى في الاوروب موجود راه تلقى رئيس المكتب الجامعي عنده شخصيه قويه على الاعضاء اللي معاه ويفرض رايه. انا نعرف حتى بعض المكاتب الجامعيه الاخرى وحتى اللجنه الاولمبيه في وقت معين كيف راه فما واحد بركه هو اللي يحكم. مشكلتنا في تونس المرض اللي عندنا في تونس اللي كيشد واحد يسمه هو اللي يحكم في الجامعات الكل، اللجنه الاولمبيه، الجامعات، الا تصور فيه الجمعيات مش الرئيس اللي يحكم، تي الرئيس اللي يحكم الهيئه مديره شيء. دونك تقول لي هما محامين مش محامين، باك بلس 6 باك بلس 7، الاكيد انه المكتب الجامعي لا يقرر. لا يقرر، فما واحد برك هو اللي يقرر. باهي متر، انت تمثل العديد من اللاعبين في النادي الافريقي اللي تقدموا بشكوى لدى لجنه النزاعات، وقتاش الحكم تاع متر؟ وهل فما ممكن بوادر صلح مع هيئه الافريقي؟ مش نعم. النادي الافريقي. النادي الافريقي من اللاعبين الحاليين منهم زهير الذوادي مثلا. مش زهير بركه هما. مبلغ 3 مليار. منهم انا قلت. اي فما فما برشا قضايا برشا جواري تقريبا 10 مازالوا انكور توا ولا 9 ديموا اللي عندي انا. عندها عامره الحكايه من ديسمبر ترفعت وكي ترفعوا من الاول الشكاوى هذوما على اساس انه باش نعملوا جلسه فيها صلح جلسه صلحيه وكان اتفاقك حتى مع السيد رئيس النادي الافريقي انه الموضوع ما يخرجش للبرا. انا ميا بلي فيهم ومع الملاعبين. باش يضيع الحق نتاعهم لانه فات 23 ديسمبر ما عادش عنده الحق يشكي. كان مشكور قال لهم برا قوموا بالقضايا نتاعكم.
باش اموا حقكم ما تقولوش انا فكيت لكم حقكم. وتعملوا شنو عملوا جلسه صلحيه بعد جات الكوفيد 19 ووقفوا جلسات. ما رجعت جلسه كان بدات في جويه تقريبا بدينا اول جلسه معناها 7 شهور 8 شهور الملفات اللي يقدم جلسه 2 3 4 ما فما حتى شيء. توا هاو رجعنا قال فما منحه صلحي. بصراحه الامانه لليوم ما فما حتى منحه صلحي، ما صار حتى تمشي صلحي حتى مبادره لحل الموضوع بالصلح. اليوم نقول ونتحمل مسؤوليتي ومش مستانس نقول الحكايه هذه راهو باش ما نجموش نحملوا كان الضغط كان على الجوارات اللي تشكي. رجل تشكي عنده عائلات وعندها على شنو تصرف وعندها حياته وعندها ديون وعندها كريديات. اكيد راهو جوارات عندهم 14 شهر برا شوفهم قداش ماخذين راهو ماهمش ماخذين تقريبا نسبه 2% من الكونترا نتاعهم. باش ما نقولش حاجه اخرى فما شكون جوارات ماخذه في عام 5 فما شكون ماخذ في عام 10 عام كامل راهو نحكي لك. وسام يعرف اكثر يعني ظروف من العبيد الافريقي اللي شاكين. وسام هكا ولا صحيح والله كما قال الماتر توا بون اللي حكينا فيه توا الاسبوع الفارط واللي فما لاعبين يعني عندهم مده ما خلصوش واللي في بالي بيه واللي تمنيت وانا اللي تكون مثلا جلسه صلحيه وفما مئويه وفما ايماز نتاع لاعبين فما لاعبين عطات برشا للنادي الافريقي وتحقق تكريم حتى صحيح. اذا باش تفسخ معاه حكينا فيه الموضوع هذا اذا باش تفسخ ولا تجي تواجه وتقول له خويا حتى ديجا تو الوقت قاعد يمشي يعني انت تو باش تجي تفسخ الجوار مازالوا مثلا جمعه ولا جمعتين وجمعات كلها رجعت يعني ما تخليلوش الوقت حتى باش يشوف جمعي اخرى. والله شو اقول لك يعني ان شاء الله بون اليوم حسب علمي اللي صارت جلسه هذول البارح ومع ثلاثه ولا اربعه لاعبين لكن ما ادت لحد شيء حسب اللي نعرفوا انا ما ادت لحد شيء وهذول ما ماشيه في هذوما نتاع الامور القانونيه اللي انا ما تمنيتهاش تصير وصورتو في مئويه هكا وكا. نجم الساحلي ماتر والمشاركه في الكاف خاصة انه تمثل انت زوز من العباية ذولي من نجم هذه الساحلي شاكين ثلاثة من العباية شاكين هل سيتم ربما حرمان النجم المشاركة في الكاف؟ ما نعرفش الحقيقة يا ساقة حرمانهم ولا فما مسألة خلافية في الريغلومون وبعثت حتى للكاف انا دينيرمون طلبت منهم الكاف باش يطبقوا الريغلومون كما هو موجود. الريغلومون شي يقول لك وهذا الريغلومون موجود تاع ليسونس كلوب كان تذكر طارق قداش بدناه عامين ثلاثه لتالي عملناه احنا ضد وقت ضد النادي الافريقي. الناس الكل قامت تضحك علينا قال لك شنو هو الحكايه منين جايبين هذه ليسونس كاف ومن ليسونس كاف. اليوم هاو جيناها الناس الكل ولات اليوم تقدم في الـ في الـ في الدوموند دو بلوكاج هذه. الريغلومون شي يقول لك؟ يقول لك اللاعب يلزم يكون خالص حتى ال 31 ديسمبر من العام اللي قبل المسابقه. ويلزم النادي هو اللي يجيب لي بروف اللي هو خالص. في الاتحاد الاسيوي اللي مثلا كل جمعيه تجي باش تلعب تمد ليستا تقول من 31 ديسمبر هذوما ليست تاع لي جور وهذوما ديزاتيستاسيون معاهم راهم خالصين ولا يجيبوا الجوستيفيكاتيف دو بايمون. اليوم يقول لك لا النجم الساحلي تقول لي لا انا يلزمني حكم. يلزم عندك حكم؟ لا القانون ما يقوليش حكم. انت يلزمك تثبت له هو خالص معك الجور تاعك الا لاعب معك قبل سي علي خالصك حتى 31 ديسمبر. باهي صارت مع النادي الافريقي وقتها مش خالصين ولعبوا هكا ولا لا شوف وقتها شنو صار وقتها مع النادي الافريقي؟ لا شكون تدخل جامعة؟ مش صار تدخل عمليه حتى جامعة انت حتى جامعة دخلت جامعة راسلت الكاف انت وذولي مش خالصين انا راسلت وصار بلوكاج واتصل بيا سي عبد السلام اليونسي وجاب حذايا للمستير هو سي مجدي الخليفي وعملنا التسويه وخلصوا كان ربع المبالغ والبقيه عملنا فيهم جدوله وخذينا فيهم شيكات وتعديت الامور معناها بسلاسه واعد. باش تقول لي انت حد ما تدخل في الموضوع كان هذا مش انا راني تساهلت انا راني نخدم على روحي اللاعبين اللي انا نومهم هما قالوا ما يسالش ومش مشكل وما نحرموش النادي الافريقي من حكايه تشامبيونز ليغ وما نحبوش المشكل توصل كيما هكا وجدول وما فما صار حتى مشكل فيها فهمتني فما حل مع هيئه رضا شرف الدين على الاقل. والله المبالغ راهي تافهه المبالغ نحكيو عليها راهي مش مبالغ كبيره تعطينا فكره معناها يقول لك انا تو البلوكاج هذايا نقاش على 170 170 الف عمار جمل وزوير 155 الف زوير خذيس هي زوير خاطر دوسي حكمه مثنيني وعمار كيف الجولات اللي عندهم الكل كانوا ينجموا يعملوا نفس البروسيدور باش نبداو واضحين بون ما عملوش البروسيدور امورهم انا قدمت البروسيدور هذه هو شو نشوف الكاف كاين الكاف باش تمشي في التاويل اللي احنا عطيناه واللي هو ذاك التاويل الصحيح طبق فيه الاتحاد الاسيوي والاتحاد الاوروبي هذا مش انا جبته من عندي مرحبا ما طبقوش اون فالي جوسكو بو ماتر قضية عمار جمل نرجع شوية احنا بالتاريخ شوية وبالزمن قضية عمار جمل النادي الافريقي هي اللي عرفتك للشارع الرياضي
وي عمار من الملفات المهمين الحقيقة في حياتي في كاريري كمحامي. اما فما قبله زاد عمار راهو يوسف كبلالي ضد الترجي. فما اكرم عتوق زاد مع ستات وقت حجز الاجازات. صحيح. وفما راهو يوسف البيلي ضد الترجي لكون كان سابق راهو العمار جمل. فما يوسف البيلي معنا في الفترة الأولى اللي كان في الترجي. في الوقت اللي خرج من الترجي. لكن أنا تعودت ما نحكيش راهو معناها في القضايا حتى كي نخدم قضايا راني متعودت مالوريزمون ما نحكيش. ما نخرجهمش الحقيقة الإعلام لأنه سيرتان مومون عندك دي كليون انت ما يحبوش راهو الاسامي نتاعهم تخرج وما يحبوش تقول له شنو تحكم لك شنو ما تحكمش. اكيد واجب التحفظ. وما يحبش يعني الضغط. دونك وقت اللي اللاعب يقول لي انا مش ما عنديش مشكل خاطر كي صح مع كونفونسيون زاد نتفاهم مع الكونفيدونسياليتي. اسكو انت معناها تحب الدوسي نتاعك يقعد معناها تيت كونفيدونسيال والا يخرج. دونك انا ما نحكيش مانيش مغروم برشا الحقيقه بالظهور الاعلامي الامانه. بارابور زملائك برشا ميدياتيزيها لانه هذا سبب في فتور علاقه مع بعض الزملاء حتى كان ما يخرجش الكلام هذا للعلن. لكن شوفوا فما عباد تصر ان تخرج اخبارها في الميديا عكسك انت اللي منغلق نوعا ما وهذا يمكن خليك غير محبذ حتى في اطراف معينه وممكن حتى مقرب في لجنه النزاعات يتقال انه فما عباد عندهم قسم من الكعكه وانت ماكش حريف مرحب به. انا نامن طارق في حياتي بحاجه في خدمتي اني عندي لوائح عندي قانون نصوص قانونيه نتبع القانون كهوره. معنى نكون محبذ نكون منبوذ يفرحوا بيا ولا يتغشوا علي هذه أمور راه والله العظيم لا تدخل عندي في الاعتبار جمله. أنا عندي قانون ونتبع القانون متاعي ولا عندي مولات ولا إملاءات ولا متيح الحد زاد باش نبداو واضحين والناس كل تعرف الشيء هذا وجمعيات الكل يعرفوا الشيء هذا بما فيهم جمعية أنا الاتحاد المنستيري كنت حتى الاتحاد المنستيري خدمت ملفات ضد الاتحاد المنستيري علاقتك مش تلمون مع رغم أني أنا كنت في وقت معين رئيس فرع راهو أكابر الاتحاد المنستيري كل حاجة بوقتها عندي ملف عندي حقوق الاتحاد المنستيري نحكي دوبي 2015 راه ما خدمتش ضد الاتحاد المنستيري لانه معايا استاذ محمد ركباني هو موجود هيئه مديره شكون فيهم تضارب مصالح. لكن انا باش نكون محبذ يحبوني ما يحبونيش والله لو ديغني دو مي سوسي كي نمشي ندخل الدار نحط راسي على المخده راه والله نرقد ونخمم فيهم اللي يحبوني ولا يكرهوني. عندي قانون نخدم به حق ما ناخذوش في الابتدائي ما ناخذوش في الاستئناف انا التاسره موجوده التاسره نمشي للتاس وناخذ الحق في التاس فيفا نجم ناخذ حقي من الفيفا ما عندي حتى مشكل. ما نحبش الاعلام مش ما نحبش الاعلام تحبش الاولى ما نحبش الظهور الاعلام لان الحقيقه ما عنديش وقت ساعه قبل كل شيء الطرف وقت اللي عندي نحاول قدر المستطاع اللي انا نعطيها لعائلتي وانا مقصر معاهم ابار هذاك راهو نخدموا في النهار 13 14 ساعه وقتاش تحب لي انا نمشي في الاعلام ولا نحب نحكي اون بليس راه تعرف بالبي كي باش نجبد على ملف انا كنهبط لك كل نهار الملف على فيسبوك نتاع قضايا الجوارات ولا ليزيكيب اللي عندي اترونجير ولا دي جوار اترونجي ولا جوارات التوانسه. ناكد لك انه كل نهار راهو التليفون مش باش يسكت باش تدخل في كل بلاصه لانهم اسماء كبيره لان قضايا كبيره لكن المهم انه حد ما يسمع بها. متر زاد انت تسميت على محاماه المعارضه واللي تاخذ في المواضيع الجريئه واللي تابوه مثلا امين النفزي جرات انت وخذيته ولقيت لي فيه اطراف مقربه من رئيس الجامعه ممكن ثم حتى زملاء خافوا خلينا نكونوا صريحين وانت خذيتوا هذا الريسك. انا ما نصورش كان فما زميلي خاف الحقيقه معناها انا نعرفهم بلا نعرفك بلا حاجه جماعه تحبني ولا ما تحبنيش انا ما نعرفهم ما يخافوش لكن ممكن الكليون هو اللي يختار شكون باش يمشي يمشي لهذا يمشي لاخر. ماليوريزمون جوالات ممكن يخاف يقول لك هذا لا تابع لاخر وهذا ممكن يخف هذا ممكن ما يجيش معايا هما يختاروا مش انا اللي نختاره. فما ناس تقول لك شبيه ديما ضد الكلوب افريكان يا اخي انا مبنك بحذاك في البارك انا ولا عامل هبط ببليسيتي اللي عنده شكايه ضد نادي افريقي تخليه. قال الكلام هذا انه كان لك صدام ربما مع سليم الريحي في الفتره هذيك. سليم الريحي كان عندي صدام معاه في فتره معينه في حكايه معينه ما عندي حتى علاقه. معليش الصدام؟ لانه فما قضايا باش نرجعوا لقضيه النفزي قضايا ناتر وميكيري مشيت كلمني هو اتصل بي قال لي بربي نجموش نقعد وكل شيء ونحكي. أول مرة قلت مش مشكل قلت أنا نجي نقعد معك وكان عندي والله لون دو ما صفر طلعت المستير مشيت استنى فيه دخلت الراجل يحكي معايا قال لي شنو تحب أنت تو؟ قلت له راك أنت كلمتني قلت لي إيجا راني قدرتك وجيتك المفروض راهو أنا ما نجيكش تجيني أنت المستير للبيرو راهو مي أنا قدرتك معليك قلت لي إيجا قلت خلينا نحل مشاكل الجوارات دونك أنت حاجتك بيا مش أنا حاجتي بيك قال لي هيك شيكي شو شيكي؟ ما انا شنو عامل انا قلت له انت جاي باش تتفاهم بالصلح ولا شنو؟ قال لي لا والله من جمله قال لي تحبش تخدم مع النادي الافريقي؟ قلت له راك انت قلت له راك غلط ماكش عارف مع شكون تحكي. انا عاود نفسر لك فما شكون حاضر غادي قلت له يا فلان فسر له قل له راه مع شكون يحكي راه هذا لا ينفع معاه لا تخدم معايا ولا كونفونسيون ولا اللغه هذيك الكل انساها الترغيب هذاك الكل انساه.
قلت له عندك زوز ملفات فيهم تزوير وتدليس في بعض العقود. راني انا اليوم مستعد نرفع فيك شكوى جزائيه ضدك انت وضد شخص لمدلس غير ما نسمي. قال لي برا اشكي. قلت له نشكي راه اما نشكي نوقفك. قال لي نعم. قلت له والله. قال لي تهدد فيه في المكتب بتاعي. قلت له ما جاي نعمل انا تهدد فيك انا نقول لك شنو القانون يقول. حبيت. قال لي باهي خلي لي فرصه. قلت له عندك الغدوة كان عندك بادره نتاع صلح مرحبا وراه خير لك. وبالمره فما كرول بعدها زاد كلمته في كرول كلمت كلموني في كرول قال لي جن نحلوا المشكل. قلت له كرول عطيهم 99 ألف أورو اللي هما ثلاثة شهر يمتاعوا تقريب وقت العاش كيما هكا وانتهى الأمر. تي برا اشكي اش باش تعمل انت باش تجيب حاجة مو ديما يكلموه يقول لهم يقول له رئيس خليه يشكي ما يعمل حتى شيء مو هذه اللغة راه. انت متر كنت صرحت انه كنت رأفت بالنادي الافريقي خلينا نقولوا في عديد القضايا اللي كانت فيها تزوير حسب اقوالك انت. صدقني القضايا اللي عندي اللي صار فيهم تدليس وتزوير في العقود كان ممكن يسبب فضيحه. وحتى في التاس تقدمت بعض الوثائق نتاع كاشي نتاع بوسه نتاع كذا راه والله العظيم يعني كانوا ممكن يسببوا مشاكل لكن اوروزمون اللي معايا انا واللي يقولوا اللي يحبوا هما كل الأندية التونسية اللي كان عندي مليون سيمتر هي تعب سيم مليون هي الرياحي فما في سليم شوية وقت مروان ما مش رئيس معناه نحكي لك الناس اللي تتعامل معناه يبعث لك استئناف بعد الأجل ويحط كاشي معناه في كاشي مضروب تحط فيه في دات معينة ما نحل أنا الإنترنت ونشوف الرابيد بوست ونتبع بال 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 باليورو سيري برك نطلع لك كل شيء اللي صار وقتها بلبزة كبيرة إدارية وكان جيت مع محامين اخرين والله كان مهم يسبوا لهم مشكل ويقولوا اللي يحبوا يقولوا اللي يحبوا. انا عارف روحي انه على مستوى النادي الافريقي في حدود المعقول والمستطاع راني عاونت اذا كان اللاعبين والكليونات اللي عندي يحبوا عندهم قابلين للصلح قابلين للصلح مش للصلح للتنازل ما تنازلوش لكن مراعاة تشامبيونز ليج ان سيرتان مومون العقوبات ان سيرتان مومون لانترديكسيون دو ريكروتمون في توسكار كان تتذكروا وخرنا البارتي نتاع الفري نتاع التاس باش نجم النادي الافريقي ينتدب وقتها في الميركاتو ولليوم مازال ما خلصوش اللي قال لي بعد شهر يخلصوا عنده معاه التو خلصوا باش تبدا في بالك قال لي هاو شهر بربي نحيها ونخلصوا التو ما خلصتش دونك حد ما ينجم يقول اليوم راه ما تعاونش تعاون مع الانديه الكل مش نادي الافريقي بركه باه متر الوقت يداهمنا باختصار شنو صار مع محمد امين النفزي وقتها ومستحقاته من نادي حمام النمل؟ والله بالنسبه لي انا امين وقع منعه من التدرب عندي قرار صادر من عند الهيئه فيه منع من التدرب ارتئيت انا باش نتبع بروسيدور فيفا وبعثوا لهم الايميل وكل شيء هما ارتئوا باش يرفعوا قضيه قدام غرفه المنازعات قضيه منظوره من الجمش نقول لك انا اليوم لاني وحدي من الجمش انا نقول لك راهو انا على حق ولا هما على حق مو مش حاضرين معايا حمنل نقول انه الموضوع عند لجنه نزاعات باش تكون فما بروسيدور باراليل قدام فيفا اون فيرا بار لاسويت شكون عنده حق. باهي موقفك من موضوع هلال الشاب ما نسالكش على هلال الشاب قضيه القرن في تونس خلينا نقولوا اخلاقيا وقانونيا وهل صحيح انك ربما تكون في فريق هلال الشاب الفريق القانوني امام تاس؟ لا انا مانيش موجود في الفريق القانوني نتاع هلال الشاب باعتبار ما عنديش الحقيقه الالتزامات اللي عندي توا تمنعني اني باش نكون موجود في حتى ملف اخر جديد. بالنسبه للامور القانونيه كنت نحبث انه اللي صار الانترفيو في التاسعه يكون فما طرف مقابل لانك انت راهو كي تجي تمد اوراق عباره على محامي في محكمه المحامي هذا يمد الاوراق نتاعو المحامي هذا يمد الاوراق نتاعو فما قاضي باش يحكم مش انت تمد الاوراق اللي عندك انت بركه وما نسمعوش لو نشوفوش الاوراق نتاع الطرف المقابل وتزيد تحكم فيهم انت قانونيا الحقيقه ما عنديش اطلاع كبير على الملف لكن الا نعرفوا انه فما نوع من الخطا القانوني على مستوى الخطايا والاستئناف كل شيء ساشون انه الاستئناف قدام التاس في المواضيع اللي تهم الخطايا الماليه يوقف التنفيذ دونك التاس لو كيجي قدامها ملف تقول لك طونكو ليكيب اللي قدامي استينفت راهو توقف التنفيذ مو لاباس انت فما يعني تكمل هلال الشابة تلعب ربما في الرابطه المحترفه الاولى ما نعرفش وقت يعني اذا تم الاستئناف امام التاس الى حد فما الامكانيه الوحيده انه يقع التصريح بايقاف تنفيذ القرار نتاع صادر عن الجامعه من وجهه نظر قانونيه لانه الموضوع شي ياخذ وقت لو في التاس مش في تزرب دونك ايقاف التنفيذ هو اللي ممكن يمنع هلال الشابه مانيش عارف لو دوسي ما نعرفش شنو فيش ما فيش الحقيقه اخلاقيا كما قال لك مش مقبول خاطر صارت للجمعيات الكل الناس كل تصب من لونجاجمون نتاعها ناقص ويقع تاخير ولا يصب شيكات ولا يصب كمبيالات ولا يقع نسامحوه برا تعدى على روحك والبروبورسيوناليتي معناها انت ما خلصتش خطايا ايكيب كامله تتنحى لازم تكون بروبورسيونيل راهو تكون بروبورسيونيل يا خويا انت عندك عايدات اذاعه وتلفزه
يبرا نقص منهم العائدات هذوما. علاش ديريكت؟ معناها الجمعيات الكل راهو تصب لونجاجمون ناقص. الجمعيات الكل لونجاجمون نتاعها ناقص. متري لزنا الوقت لكن نستغلوا حضورك. موضوع تعرف فيه تفاصيل اللي هو يوسف البليلي، انت انقذته وعاودت كاريرو تقريبا قدر ربي وليك زاد عاونت معاه. شنو جديد وين ماشي؟ نسمع برشا كلام، خطاب في تونس غير ومعاقب مجمد، عنده تسريح من الفيفا، شنو المعلومات متوفره عندك؟ هو يوسف البليلي انا مانيش في الملف نتاعو، مانيش انا محامي في الملف هذايا، باعتبار انه من مارس انقطعت العلاقه انا ويوسف في الشغل، بالاضافه لذلك انا راني محامي الاهلي جده زاد في عديد القضايا الاخرى. دونك ارتئيت اني انا الملف هذا بالذات لا نمثل النادي ولا نمثل اللاعب فيه، لانه فيه تضارب مصالح. لكن الا نعرفه انه فما قضيه للاسف مرفوعه من طرف اهلي جده. يوسف جاوب كيف كيف على الشكوى هذه. إلا نقول لك اليوم يوسف راهو خويا صغير، نتمنى أنه اليوم يوسف يلقى حل مع الجمعية قبل ما يصدر قرار من الفيفا، لأنه إذا صدر قرار من الفيفا سيكون قرار قاسي على يوسف وممكن يضره حتى في الكارير متاعه. دونك الأفضل اليوم، والحقيقة حاولت حتى ندز في الشيرة هذه أنا، أنه اليوم يوسف يلقى حل مع أهلي جدا، يجيب له عرض ولا حاجة ويخرج على روحه قبل ما يصدر قرار من الفيفا، لأنه قرار الحقيقة باش يكون موجع. شكرا لك ماتر، أتمنوا أنه تعاود تحضر معنا، الحوار معك شيق والوقت يتعدى، في سعود دوسيات برشا ماتر، ملفات ساخنة في حوزة الماتر علي عباس. هكا نكونوا كملنا ساعتنا الأولى الأخبار ونتقابلوا في ساعتنا الثانية. انتم تسمعوا في سبور ماكس مع